التدخلات الإيرانية في المغرب حقيقة لا يمكن إنكارها، وتسببت في قطع العلاقات بين البلدين أكثر من مرة. ضربة البداية في قطع العلاقات المغربية الإيرانية جاءت في أعقاب ثورة الخميني، ومع إعلان المغرب منح حق اللجوء السياسي لشاه إيران محمد رضا بهلوي. واستمرت القطيعة بين البلدين مع استمرار وقوف المغرب إلى جانب العراق خلال حربه ضد إيران، وهي الحرب التي بدأت في العام 1980. وبعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية وتراجع طهران عن دعمها السياسي لجبهة البوليزاريو، تحسنت العلاقات نسبيا بين البلدين في العام 1991، ولكن الحال لم يستمر طويلا، فسرعان ما عاد التوتر بين الجانبين عام 2008 بعد إعلان السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية تضم عناصر شيعية، منها مراسل لقناة المنار ومنها قيادات في محطة تلفزيون حزب الله. بعدها بعام تقريبا قرر المغرب قطع علاقاته مع إيران بعد تراشق التصريحات بين الجانبين على خلفية تضامن الرباط مع المنامة، عقب تصريحات لمسؤولين إيرانيين قالوا فيها إن البحرين هي المحافظة الإيرانية 14. وظلت العلاقات مقطوعة بين البلدين لسبع سنوات كاملة حتى أواخر العام 2016، لتعود بعدها العلاقات الدبلوماسية ويتم تبادل السفراء بين البلدين. ولكن لم يمر سوى 20 شهرا تقريبا ليعلن المغرب قطع العلاقات مع إيران وإغلاق سفارته في طهران وطرد السفير بسبب تورط إيران في تقديم دعم عسكري مباشر لجبهة البوليزاريو عن طريق ميليشيات حزب الله. وفي مارس من العام 2019 منعت السلطات المغربية مسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول أراضيها ضمن وفد إيراني جاء للتحضير لمشاركة طهران في المؤتمر الإسلامي بالدار البيضاء.